الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي وفقنا للاجتماع بكم. نعم. فارون كربي بسني ولدت كبر نوفكيتي فاروق النبي الحمد لله يعني قل لهم لا أحد يشتغل شيء، اترك الجوال اترك القلم لا أحد يكتب، اترك حتى القلم مدرسين عادي موبايل ستتوكي قلمة ستتوكي ورقة ستتوكي نلقي مدامي وقتك وساتي. أنا طالب علم ليست بعالم كما ذكر الشيخ. نعم علي علي وامتي درس على كمديه طالب العلم. لا نريد فقط نتدارس معكم متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. نعم اسم قرائسه وجيني مدارسة قولوا قربانا متن أصول الثلاثة مختصرة. نعم قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل لماذا ندرس التوحيد؟ ودو قراتي تنسين نورت قابل سنجابتا مالي توحيدة قروني سنبرباكيسي. من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ اينيو بيخبير كباسي اينيو نتيما مالي مكة توحيدة قرامو برباكيساتي. انا نعم. قادراني نسيني ميتو اوقف اوقف هاي دابا. نعم لأنه حق الله على العبيد. حق الله على العبيد لأنه توحيدة حق ربي قبرو تراكبو خنابي. نعم خلقنا لنوحد الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. ربي دلقات كل عبادة أملي توحيد أملي لبراه يقبلوا. لا يدخل الجنة إلا موحد. نعم توحيدك أو مالي نملي جنة سيروا ينجيروا. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب شفاعنا بمؤمن نماتا. تكثير الحسنات تكفير السيئات. سببا خير إنما يتمي فمو سببا عكس مدلي نمر كفرموتها. ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع مثلا أما الخرارة دي مدانة تقومي خيواس قابتها جن يقول لك هل أنت موحد؟ أتي موحد أنا متقومي خيواس إنتي. ماذا تقول؟ ما هي التامين التمين؟ تقول نعم أنا موحد. إيه ده شكيك وموحد اللي في جبتوك إذا ومشرك رمي في نجيه. يقول لك سيدي يا أخي ما هذا التوحيد؟ توحيدكم ما التي بقات موحد إلهي. إذا قلت لا أدري معنى هذا أنك كاذب. يوحن معنى توحيدا بيقولت موحد إلهي في جبتوك كيسو كجبته لبيتها لخدمتي. وقد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ أنت مشرك أجيلا من أمن إجابتها. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. أعوذ بالله مشركا بتفيدي جنتانية. يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ هيا قايقة كسته شركين أمشركا بتفيدي جنتانية شركين ممالي من التفيدي ناشر رئيسين جاء. والذي تتبرأ منه ما هو؟ شركين أجرامون كل ممتعني رامون كل اللي في جنتانية ممالي التفيدي. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. إيه تركين بين المؤت ودولة تركين يسبون كهن مروي. إذن إيه كانت أهم علم وأوجب الواجبات أول علم لابد نشتغل به هو علم التوحيد. إرد آلا علمي إرياتسان علمي خلوتي تشاغلنا في سنقرنا علم التوحيد دور بدانا. وأعظم المحرمات الشرك لابد نحذر منه. الرحمن الرحمن والربين هرام والإيتس شركي دا إيقاتو كينيا بيسن قبو. إذن هذا هو السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ كانوا ما أبدا بكين دخل دورا ودني سيقلافة مالي توحيدة كرانا مالي كرانا. السؤال الثاني لماذا ندرس هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ ما لي متن الأصول الثلاثة قرأوا برباكيسي يدوب لنا ما دوب يا كلامي من قافي دي بيسول أبو بانو لي. لا أحد يتكلم إلا برفع الإصبع. نعم دوب كل أنا كان دوب لنا أك كيس أقول لك عبد الملك يروح قاريا. نعم يلا لأن الأصول فن التوحيد. لنصيحة العلماء لأن العلماء نصحوا الطالب
بأن يبدأ أول ما يبدأ به الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول متن يبدأ فيه بالتوحيد هو متن الأصول الثلاثة. ولما أنتم نسيهاب لني دري وأنا من الكلام أبو إلمي توحيدا إلمي كتاب وآيات وإن أنا بتكيس سامو أصول الثلاثة دولة وقبجت تقفى نسيها علماء تيبي إسان جمرا. يعني لا نطلب العلم على ما نريد، لا، لابد نرجع إلى العلماء الربانيين في طلب العلم، ماذا نقدم، ماذا نؤخر، بماذا نبدأ. نعم. ما نبدأ نبدأ أبدا وقوير العلمي تسير مدر علماء وانسان الرخاني أسيد الكباما أكدت دي ماما أكا علماء منجاني مليئين دن ديمون. نعم، هذا هو السؤال الثاني، لماذا ندرس هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ يا بنك يا علم الفا ما لي متن أصول الثلاثة قرانا. السؤال الثالث، يا بنك سلفا ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة يتوكل باختصار قبابنا من مالي هكذا أفضل مريد نعم ما شاء الله. يقول باختصار هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك. نعم. قابين أسئلة ثلاثة يقولون أسئلة القبر قابين قبرك يستنى فيه الرقابة تقول تسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. قبرك يستنى الرقابة تمتن ربك يسدين نبيك يسدين دينك يسمالية. نعم. السؤال الرابع، قابين الرفاة لسي قابة تقول ماذا أستفيد أنا من هذه الدراسة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة لي؟ أراديك نرى الفائدة المتركة المماني. الفائدة أننا إذا درسنا الآن الأصول الثلاثة فائدة المتركة وقع أصول الثلاثة على قرآن أقول لي ذلك؟ أقبل أقول ما شيخ الله أقول أبنك أجل لي أقول لي ذلك؟ فائدة مماني. إذا درسنا تعلمنا وعملنا ودعونا وصبرنا صنعنا هذا في الدنيا. نعم. نتوقع أراني اتدلقني نما اتيامني صبرني فائدة اتيامنا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه الفائدة. فائدة سنس وياك قامت ونك أبني خيستي ديبي اتيامتو ديبي ديبي سنسو. نعم. السؤال الخامس والأخير، نعم، على ماذا يحتوي هذا المتن؟ ماذا فيه هذا الكتاب؟ كتاب الرجل حدقون لنا وامر الكيسة قبا على ماذا يحتوي هذا الكتاب؟ كتاب نقول وامر الكيسة قبا